طالما ظهر لك وساب علامات في جسمك يبقى الموضوع بيتطور بسرعه. خلينا نبتدي. انا مش عارفه بتفكر كده ازاي وازاي ممكن تعمل كده وحطتني انا في الموقف ده، وبعد كل ده عايزه نتجوز عادي ونعيش مع بعض. وهو انت كنت وافقتي على الجواز نور؟ رغم ان حبك ليا غير حبي ليكي، لكن انا برضو شايفك اهم حاجه في حياتي، اهم مني انا نفسي. وبعدين انا لو بني ادم وحش كنت كبرت دماغي، كنت سبتك، وخصوصا في موقف زي ده. فمن فضلك بقى احتراما لمشاعري على الاقل، سيبك من فكره مش قادر اصدق ومش قادر افهم، وخلينا نركز عشان نخلص من الحوار ده. انا لقيت اول بنت. برافو عليكي، انت عرفتي تتصرفي اهو. نبتدي امتى؟ ايه ده؟ ولا حاجة. احنا ممكن نبتدي من بكرة. مفيش حاجة في اللي احنا بنعمله ده اسمها ممكن. احنا أول ما نبتدي ما ينفعش نوقف خالص. الوقوف ده فيه أذية ليا وليكي. خلاص فهمت. طب ايه دي طيب؟ خلاص. وريني صورها. صور مين؟ البنت اللي هتيجي بكرة. بنت ايه اللي أوريك صورها؟ أنا ما اتفقتش على كده. بعدين خلاص أنا كلمت الراجل. ماشي. البنت بتاعت بكره تيجي كده عادي، بس اعملي بحسابك بعد كده اي بنت لازم اشوف صورتها الاول. ما هو مش انا اللي بختار ومش اي بنت هتنفع. خلينا نركز عشان نخلص من الحوار ده. هشوف مع الراجل هظبطها معاه ازاي، وصدقني انا اللي عايز اخلص مش انت. صدقيني اول ما نبتدي الموضوع هيتخلص، الحاجات دي كلها هتقل، ولما نخلص كلها هتنتهي تماما، وهتبقى بالنسبه لك ماضي، ذكريات. ماضي قذر وذكريات مش عايزه احتفظ بيها خالص. بيعمل اللي انت عايزاه. خلينا في دلوقتي، هستناكي بيها. هكون عندك الساعه 10 بالليل. ازيك يا ست الكل؟ الحمد لله يا حبيبتي. عملتي ايه في الكليه؟ أنا مش عايزاكي تقلقي خالص، حطي في بطنك بطيخة صيفي. طب قولي الحمد لله يا لمضة. يا ماما أكيد الحمد لله يعني. أمال فين فريد؟ مع الست سهام. بنتي ياسمين، الست سهام عاملة لك مفاجأة روحي لها. هتديني فلوس ولا إيه؟ أنت كل تفكيرك في الفلوس؟ ماما أنت يعني في إيه؟ إزيك يا ياسمين؟ إزي حضرتك يا هانم؟ اتفضلي، دول كام طقم جبتهم لك عشان تروحي بيهم الكلية. يا رب يعجبوكي. طبعًا هيعجبوني، متشكرة جدًا يا هانم. ما بلاش يا هانم دي بقى، أنت بقيتي مننا وعلينا. قولي لي يا ماما، يا طنط، يا خالته، اللي يعجبك.